على سلامتكم ومرحبا بكم متوينس الكل وين ما انتم تتفرجوا فينا لهنا في تونس خارج حدود الوطن. نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى بضحك ولعب. اليوم 8 أيام في شهر رمضان الفضيل، ان شاء الله ربي يعاودوا علينا بالخير وان شاء الله ندخلوا لدياركم احنا زيدا بالضحكه وبتفرهيده وبتبديله الجو وبلمه تونسيه زمنيه تعمل 66 كيف كل حاجه متوحشينها ونحب نشموها على ريحه رمضان زمان ان شاء الله تلقاها معنا. مشينا لبرشا بلايص في تونس ما كانوش ياسر معروفين، باش ندخلوا الجمعه ذي ربط باب جديد، ربط باب السويقه، بلايص اللي معروفين واللي نسمعوا عليهم ياسر واللي معناها بونا وامنا عاشوا فيهم، انت مازالت الحكايات تتواصل حتى لتويك عليهم. باش نحكيوا على القهوه الزمنية كيفاش كانوا يحضروها ناس بكري، تو نشريوها حاضرة باش احنا ساشيات ونطيبوها على الززوة، قاعدة كان ريحة الززوة معناها من القهوة العربي، وهي فيها وصفة زمنية فاوحة تعمل 66 كيف. باش نحكيو اليوم على الهيدي جويني يرحمه وينعمه، باش تكون معنا فرقة دار أغ سيريموني اللي باش من بعد باش نرحب بهم برشا، يعني باش يكون عندنا جو تونسي 100% تونسي، ينقصنا كان أنتوما باش تلتحقوا بنا هنا على الوطنية الأولى. حتى للأربعة متاع العشية وعلى الباج متاعنا على الفيسبوك لمتنا التونسية نبدأ ياسر فرحانة كي تكونوا معنا. خويا فؤاد عسلامتكم، مرحبا بكم، ليكم وحشة هكا والله 4 أيام هم 3 أيام قلش عليهم قديش معناها بالضبط. حبيت نشكر كل من شد علينا وكل من قال راكم خليتوا بلاصتكم راه كذا راه كذا فهمني، ميم حتى في الجزائر فهمني نسلم عليهم برشا خيانة الجزائرية نسلم عليهم برشا خاطرهم في متابعة يومية ويلاحظوا بالضبط يتابعوا فينا ويقولوا راهو العادات نتاعكم والعادات نتاعنا ما تبعدش على بعضها رانا فهمني، نقول لهم يا سيدي رانا خاوة ان شاء الله رمضان مبروك. نسلم عليهم الناس كل وين ما هما يتفرجوا فينا. انا توحشتك برشا، توحشت وليد برشا، ما ترانيش نتناقرو راهو والله 3 أيام فقدتو على الاخر فيهم. وينو هو؟ هو وليد هكا انا في القوايل يا رسول الله، هكا في القوايل وليد ديما داخل هكا في القوايل يا اخي ما تنجمش الحصه كي الناس يا رب الا ما نسالوا عليك باش تعمل انت عامل دخله هكا. الصبر 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 تشكر فيك الصبر منه اش بيك يا ودي وين كنت؟ اش نحكي لك؟ ايه اش باش نقول لك؟ قل لي اش باش نقول؟ انا سلفت الفركه الدوج عبرت الحايز علي يو. رجعنا توا ايه قلت له ما عادش يسلف باش يبدا غسيل الفرش وباب دارنا يولي كيما دار لي لافاييله اها يسلف وينسى. انا سلفتها ايه وتخل وانت عندك صنعه ذي وتقل ما تخل ما لقاش الفركه ايش نقول لك؟ اي عمل ان شاء الله نهدك ان شاء الله نهدك ان شاء الله نهدك غالب ان شاء الله تتربى هيك الفركه هيك البر يعطيك الصحه أيوة. يعيشك يا سيدي انا مش شوف هي عاده من عوايد جدودنا يرحمهم احنا راهو سلف نسلفوا الماعون ونسلفوا سيدي خويا كاينك ما تحبش تسلف حاجتك لا هي عنده الحق مش ما نحبش نسلف ايش تحب نعمل لك انت نساي وخي هيا بيه تو انا كي يجيبش نمد فهمني ولا الفرمله نتاعي انشرتها باش نمدها نطلع على سلوم ولا على صرافه ما باش نمدها بالفرك باش نقول لك ايه نغير بلاش فرك ايش بيه وفيت الحكايه وفيت الحكايه شو انت نقعدوش نحكي ربي على الفرك يهديك يجيش نهار تدخل كي عبيد ربي وتبدا مستوي معانا من الاول الحصه انت عاده ماني نعرفك تحب زرده وتبدا تشتح فيها نحب اي انا نحب اخويا فؤاد على اليمين وانت بحذايا على اليسار ماني نعرف مش لازم عليك نهار تقول وانت مخر جينا مخر وهو يجي معاك وهو يجي معاك اي ربي يجي مع الحق ربي يبقيك وربي يفضلك خويا فؤاد خويا فؤاد ربي يفضلك وربي يبقيك ربي يبارك فيك وربي يحفظك على كل حال توا انت وخيتك اي وخيتك هاك انت تناقر انت وياه اي وتوحشت والله توحشت انا سكت والله توحشت اسمع خلنا نرحبوا بضيوفنا دريس التمني وفرقة دار اغ سيريموني مرحبا بكم نورتونا يا سيدي اي جابت لكم عواد ريم يعطيكم الصحة مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين عايشك ربي يبارك لك ينور ذاتك اش حفلوها اليوم ان شاء الله بفضل الاولاد يعطيهم الصحه زاد اللي يجيو في ظروف كيما كل يعطيهم الصحه الاولاد والله يعطيهم الصحه وحتى اللي ما يجيوش معاكم خاطر انا نعرف اللي الجروب اكبر برشا من هكا واحنا معناتها للسلامه الصحيه اكتفينا باربعه برك ان شاء الله مره اخرى نشوفوهم كاملين ان شاء الله توفى علينا الكورونا وتوفى علينا هالغسره هذيا ونعملوا لها فرقه كامله ونعملوا جونا كيما يلزم اي عاد انت تبارك الله عليك ما تحبش قاعده والناس تبدا تضرب لك ومتفرحات والله شكون ما يحبش اي صحه لا لقيت الزهو والترب لا تبدلوا لا باش قالب تعب ناس بكري قالوا هكا اي ناس بكري الله يرحمهم الله يرحمهم لا ما نقولش ايواش لاله فاطمه
نورتنا يا لالا. مرحبا بيك. عايشك نومك سألولكم سارة. فما حاجات ما تقدهم كان المرأة المجدية. والمرأة التونسية. التونسية ويزمها تكون مجدية. يلا نجات شنيا حوالك؟ نهيش نجات. فاطمة. أنا سيء عندي زفيفي وذنية. أيوة إن شاء الله لاباس. يلا فاطمة عملي شوية زيت بالوذنة. اسمي ما يتنساش يا وليد. راهو داخل في الزمني اسمي. داخل في الزمني. داخل في الزمني. الله فطيمة. الله يبارك. أيوة. أي. ناقصين احنا نعاني وفيك وانت ما عندكش النسوة. نهار اللي عندك النسوة غير ربي معانا. طيب النسوة وليت وترشحة شيء. اللطف عليك. الله غالب. اللطف يزي يا ولدي. ودعمرين ما نجموش نقولوا رمضان من غير ما نشموا ريحة القهوة في جرته. تعرف انا مازلت ما دخلتش للاستوديو وعرضوني الاولاد قالوا لي ريحه القهوه ديجا بدات تفوح في الاستوديو. هذا قلينا لهنا لحتى شيء معناها ريحه القهوه برك من غير شيء. هذيك خاطر جبتها انا ديجا وحليتها من البواط ريحتها طلعت وفاحت. ايوه وما تفوح رمضان كان بريحه القهوه. انا باش نجي نعمل عليك كنترول يا فاطمه. انا حبيت نسلم برشا على كل فرد في جمعيه ادم ومعاهم اختنا تويكا ولد اختنا من عائلتنا الاقبيل. اي اقبيل الشابي رئيسه الجمعيه خاطر هي اللي شدت صحيح باش دار نانا تكون موجوده. هذا الكونسيبت تاع جمعيه ادم اللي تحب تحيي التراث وتحب تحيي العادات والتقاليد. هذيك علاش نسلم عليها برشا. نحب نسلم برشا زاد على مدام مونيا نقرا على المريقم الحلوين المزيانين وزيدة على سي محمد الرحومة اللي خاطر كل قطعة في الديكور هذية تخدمت خدمة خاصة تخدمت باليد وكالتصويرة الحلوة اللي صورها وكالتصويرة العزيزة الغالية عنده مفاجأة راه ومزيل هو باش يجيب حذينا إن شاء الله مرة أخرى خاطر خدمة نقيشة اللي تروا فيها هذية خدمة يد على خاطر الديكور هذا معمول باليد هذيك عليه إن شاء الله باش يكون بحذينا مرة أخرى. باهي إيش قولكم نمشيو للزهي وترب أي أي يزينا أي أي سيدي برا أي أي عاتيونا نوبتنا أي الأولى ولا الثانية؟ الأولى الثانية اللي تحب أنت. انتي وقلبي اقوى مني.
حسنك غوي أنا حبيت جملة ما فيك يا عجب حسنك غوي السبب منك تعجبني والدوني منك يضربني السبب منك تعجبني والدوني منك يضرب كيف ما يرجع الفرطط للنار اللي تحرقه كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي عرقه كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه يرجع لك حير ومني انت وقلبي اقوى مني يعطيك الصحة يا سيدي والله ذكرني في أيام زمان يا سيدي خويا وهذا والله العظيم حفلوها ما شاء الله عليكم والله حبيت نسلم على كريم عبيريقة ونقول لك الله يرحمه سي حمودة أنا وهو داخل كريم تعرفت عرفت اللي أنت روضة قالت لي معنا سكريبت قالت لي روضية ولد زميلنا خونا سي حمود عبيريقة احنا صغار نتفرجوا في سلسلات نتاعو في الشرائط التلفزيه القصيره وفي المنوعات الكبيره اللي عملها والحمد لله اليوم خلى بصمه كبيره في التلفزه التونسيه واليوم انت في دارك معناها ماكش ضيف يا سيدي نورتنا والله يرحمه سي حمود عبيريقة عايشك تعيش وترحم عايشك بارك الله فيك بارك الله فيك انت اللي جيت رغم الظروف الكل واحنا اليوم نهار الاربعين تاع سي حمودة الله يرحمه وينعمه وان شاء الله يا ربي في الجنه
نحب نكمل بعد حديثنا باش يكون على الرباط. انا قلت رباط الحجمين، صلح لي خويا فؤاد قال لي قبل ما يدخل وليد خلينا نصلح لك اسمه راه رباط باب جديد، واحنا بعد داخلين الحجمين احنا نقولوا المدينه والربطين. اي ربطين رباط باب جديد جبت رباط باب جديد. لا هاني صلح لي هو صلح لي هو ماني نعرفك الكل وانت تنسى. قلت لك يا بدي كل الزعتر كل مش الزعتر مش الزعتر شكون قال لك الحديث هذا؟ يا بدي كل الزعتر باهي للذاكره كل كل شويه زوز. لا لا الزعتر يعطيني الكيك المر نشرب المر. اي لا نعرف كل الزعتر ايوه اي طريف جبن يبدا غني هكا افهم اي يبدا جبن غني في شويه زيت حب يضربني الدم يلكعني الدم جبن غنمي شو باش يود فيا جبن غنمي في زيت زيتونه اي يرجع الذكر يبدا مفرور عليه شويه زعتر اي بالنخرة عندك الحق بيجي بيجي يفهم لها في الحكاية ذوما في الحكاية ذوما يفهم اي الزوز هذا كان واحد باش يسلي روحه شويه زريعه كتان اما كنت تذكر في صافيسه الزعتر الزعتر اي وبالله لا تحل معها نقاش في الحكايه هو صحيح اي انا باش نجيب اني باش نجيب طبيب نهار لحد اي في باش يحكي في قالت لي باش تجيب طبيب يعني لازم نهار السبت نبخر الدار ونقدو اموري باش يمشيش يعمل لنا حاجه باش يعمل لك الطبيب سبحان الله غير انت يفرح بيه قلت فما كورونا لا لا غير انت لا 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 يا خويا ما اسمع ما تجيب لنا حد ها ولا يعرف الكورونا تو ولا يعرف الكورونا قبل ما ندخلوا للرباط باب جديد باش نحكيوا عليه وهو من البلايص اللي معروفه واللي تفوح فيهم ريحه رمضان برشا ملي نبداو جايين باب زيره واحنا طالعين واحنا نلقاو الخضاره والاسمع وخيره ربي الكل صحيح. محليها كالبلاصة قداشة عامرة حبيت نهزكم روبرتاج زيدة المهنة من المهن اللي كانت قبل معناتها نقول وإحنا كبارات الحومة يقعدوا غادي والاجتماعات تصير غادي والقرارات تتخذ غادي وكانت بلاصة مهمة ياسر مادام الحجام 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 باش ناخذ روبرتاج صغير خلنا نرجعوا به شوية الذاكرة ونرجعوا بعد نحكيوا على رباط باب جديد. الحوانت هذه يا سيدي عندها قريب ملي هي كانت حانوت في الدار من الدار خرجت الحوانت هذه كانت بيت في البيوت في الدار ومن بعد عندي بابا والدي حل يخدم فيها يصلح فيها الراديونات العربي القدم من بعد هي خذها عمي يعمل فيها البلاغج نتاع الصبابة نتاع النساء نسوانين كناتر نتاع النساء ومن بعد عمي خليتها انا من عنده شريتها من عند عمي حليتها حوانت حجام. الحانوت هذيا السي فتحي لهنا عودنا بالنظافه اول حاجه وثاني حاجه بالاخلاق وعندك حاجتين في الدنيا هذيا ما يبدلهمش الواحد البوعجد هو الززار والحجام. الحجام راس بنادم ما يعطيه كان للي يعرف والززار كانت المرأة ولا الرجل والمرأة قليلة ما تخرجش تقضي عند الززار أما الرجل يقول له راه ولليتي باش تطيب هكذا وشي اليوم لا يقول له اعطيني لا قالينات لا يقول له اعطيني كود دو بوف لا يقول له اعطيني مفتولة يقول له راه لا باش تطيب كذا وشي والززار يفهم ويعطيه اللحمة هذيك آية تقول له وكي بدل الززار تشوم ليلته يقول له تقول له ليه زوجته تقول له ليه نرجعوا للحجام الحجام هذايا بنتي ولو حتى سافرت ولا وصلت كي نسافر ما نحجمش راسي لبرا كي نقعد برشا حتى نروح لتونس ونجي الفتحي هنا احنا كنا صغار قبل نهبطوا البطحه نتاع الحكومين كانت فيها دراجه
وين كانت قاوة العنق هنا مقابل قاوة الفزاني. كنا الدراشة غادي كندرشها بخمسين فرنك وكانت عندنا سليمة بجنب القمة نتاع سوق جديد حلفوين. سليمة هذه كانت تخدم سليمة قبل مليدات صغار في رمضان بعشرين فرنك الدخل، كانت تصر لعبات في المخازن قبل وفي الحوانت فهمتني، ويتلموا الكبار نتاع الحومة يصروا يعملوا صاريتهم، وكانت تقبل كما يقولوا بالعوادة كانوا الدربوكة والعود والجرانة يتلموا في ما في حانوت كبيرة كما يقولوا عملك الجو نتاعهم. الجيران كانت تسيدي كلها ملمومة بعضها، كلها توقف لبعضها واللي ما عندوش يعطيو ويذوقوا بعضهم، وكانت تقبل التطيب ديار عربي مش كما توا سوري. المرأة تقعد هي الأم المهمة وهي وكنتها بدأوا في السقيفة البرانية كما يقولوا باش يشويو في السطح المشوية بالمهراز والدنيا وتشم ريحة الملوخية وريحة المقرونة والتاجين بونارين. نحن نقولوا الزنقة الكل تاكل والزنقة الكل عايشة لاباس ونحمد الله ونشكروه. ومشيت عباد وجات عباد ورحمة الله على كل عباد هذوك. قال الرجل النسمة كثرت في البلاد وبحكم الأشياء تبدلت وبحكم ما عادش حتى شيء يززي حتى اللي توا ولينا متفرقين. بل شكله توا شكل توا والدنيا تبدلت شوية وتأقلمت برشا عباد زعمة ولبسوا الكتان ونسوا اللي كان. كانت قبل الجو آخر قبل في الغناء حتى يبدأ عنده كما يقولوا مرته بحده وبش يغني على فهمني اسمه ملاك كما ملكة وقت يغني وملاك يا ملاك تفهم على شكون يغني يغني على فهمت. والدنيا كلها كانت كلها معاني ومغالص الدنيا وعبيدة كلها كانت تتعاون بعضها وتقوم بعضها وتحترم بعضها وتقدر والبركة بالكبار والبجل الكل بالكبار. محلى جوهم كيفاش كان ومحلى دنيتهم كيفاش كانت. ونحب تحية للصحفية نيسا الحجري اللي حضرت لنا الروبورتاج هذايا وحمزة ضيفلة في المونتاج يعطيهم الصحة خاطر بكلك حلو لبيض خلينا نرجعوا احنا بيدنا سرحنا احنا صحيح. سرحنا مع حكاياتهم ومع ماكلاتهم ومع كيفاش كلهم يد واحدة وكيفاش الحجام كان معناها في الحومة معناتها عنصر مهم. هاني جيتك لله اي الحجام بتاع الحومة بكري ما كانش حجام برك راهو اي راهو حجام الحومه كان يعرف اسرار الحومه الكل وكان يا لله الحجام كان هو الفرملي نتاع الحومه. ايوه اي هذه ما ننساهاش انا هذه فرملي الحومه وكها ونكته نكته 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 وارجع للسطر راني كاني نسيبه تو هكا تو كل ما نذكرها نبكي يا ولدي الحمد لله شت حدس خلينا نكملوا خلينا نكملوا انا سكت ها؟ اللي عنده كما نقولوا راسه يوجع فيه ايه؟ ولا عنده هكا حشك شويه برد ولا عنده مفاصل ولا عنده كذا يمشي للحجام هذا بكري اي اللي عنده قال الراجل او بكري يعملوا الحجامه خاطر بالطبيعه وكان يعملها الحجام يعملها الحجام اي تو ممنوعه المغايث مغايث مغايث اي المغايث اللي يحط هذاك اللي نحلوا بهم البرد ونحلوا بهم الدم قال الراجل كذا حاجه اخرى الحجام يا سيدي سمسار أيوة. اللي عنده دويرة باش يكريها ولا عنده قال الراجل دويرة باش يبيعها ولا عنده كذا يوصي عليها الحجي هو يعلم أيوة. اللي يفركس على دار الكرا ولا دار للبيع ولا كذا يمشي للحجي بالله قبل قداش كانت الحجامة قداش كنت هست حجم له بالله فؤاد نفضح الدنيا لا مش نفضح الدنيا تحية للحجام اللي كان يحجم له على خاطر كيف نقول استنى هذا كيف نقول له قداش يا عمي يقول لي تي 12% 12% تاش معناتها 12% ما تفوتش 11% حاولتي طالع 12% خالص 13% اما باش تطيع تحت 11% لا لا ماكش خالص 13% بركة ربي معني بالضبط اوكي 12% جينا زمان اي ولينا حجم وحدنا وليت رجال في الديار تحجم واحد هكا ولا دريس وين الحجم وحدنا الناس شعوراتها هكا كالقفف اي اللي هذاك اللي ما عندوش كيفاش يحجم وحده في الدار
واللي عنده كيفاش هكا سلكها معناتها جاي زمان اللي كل يلزم واحد تثبتش على الماكينه اللي كانت عندك سيدي خويا هكا اللي يقولوا لها هكا كيما الكل تعرفها لا تو يحكي لك عليها هو راه مخبي برشا حاجات عنده جيب ورينا ما كشي اللي مخبيه ممنوع ممنوع كشيت الزمنيه ممنوع هي الزين عامله ولا عامله ولا هزت لي المرايه بخيتك ماريتك هكا اي هكا دورت وجهها اي مش تحسب روحي ما سمعتش مش ترجع له مش ترجع له المرايه ذيك بارك كمل اي والحجام كان زاد تقول انت يقعدوا معناتها ملتقى اجتماعي يقعدوا فيه اللي تقول انت ولاد الحومه معناتها الرجال الكبار والناس اللي هكا يقعدوا يسمعوا الاخبار ويسمعوا صوت القاهره وصوت كذا فمني يبداوا يتبعوا في الاخبار وقال الرجل والجرايد ما تاع صوت القاهره يا اخي دخلنا ما ابش نقول لك علاش ممكن عنده ترانزستور حاجه فهمني ويسمعوا الاخبار ما كانش في كل دار معناه بالضبط عند الحجام تلقى هذاك علاش تلموا عنده عنده ترانزستور ويتلموا واو صار كذا هاو فهمني ولا جمال عبد الناصر صار كذا هاو معناتها تلقى أي. عندهم الاخبار فهمني وتلقى زادة فما حجام اللي عندهم الاخبار الفنيه أي. وتلقى الحجام بيدو ساعه ساعه تلقاه هو بيدو فنان يضرب عود يضرب كمانجا قال لك قال لك يسهروا عندي أيوة. ملاك قال لك يسهروا عنا وتضرب العود وتضرب الفرقه وجونا للصباح في رمضان الحجام راو ولهنا نتذكر انا زادة فما ربط يقولوا له فهمني ولا درب الحجامين نقولوا درب الحجامين درب الحجامين هم الحجامين والقائل علاش سميت الحجامين على خاطر بكري كانت فيها برشا حوانت نتاع حجامه ذاك علاش اسمه الحجامين تلقى الحوانت نتاع الحجامه باش نبع بعضهم فماش كلي كيما توا واحد يحل هنا والاخر يحل غادي باش ما يتنفسوش لا غادي يا حسره كان ربي يجيب القسم للناس الكل وتلقى النظافه والعفافه فهمني حجامين محليهم ناس كله خيان ودرب كامل كل كي بعضهم عليهم ساعات الحجام هذا يبدا مليان يقولوا برا اللي بجنبي ما يسالش برا برا حجم عنده هكا ولا ليس يقولوا سرطن هكا من بطحه تقول انت من البطحه نتاع باب جديد فهمتني ولا في الساحه يقولوا الساحه نتاع باب جديد اي وين القوس ايوه فين الصبات والدور على الدور على اليسار اي تمشي فهمني ولا فك الصبات هذاك او كتلقى الحاج المنوبي الله يرحمه حنوط الحاج المنوبي اللي يبيع نتاع الفروحات ونتاع اي نتاع الاخري ايوه اي اي فهمني هكا لا كيف تكمل القدام مقابل الحاج المنوبي فما ولي اسمه سيدي بو الاعضاء شيء لا يا سيدي بو الاعضاء وتقدم القدام اول مره تلقى. نسمع به اي سيدي بو الاعضاء اول مره نسمع به باش نقول لك على برشا شو كريم يسمع لا يا بنتي كانوا بكري كي تتعدى من الربط هذاك نحي صباتك هاني جيتك عاد وين نحي صباتك وفانا بلاصه خلينا نكمل لا يا سيدي بو مدي اي خلينا نكملوا يا سيدي شوف عندك كي تفوت الحاج المنوب وتفوت الصبات تو تلقى نهج على يدك اليمين ونهج على يدك اليسار اي نهج الحجامين يجي على يدك اليمين والنهج على يدك اليسار هو نهج الرابطه نهج الرابطه الرابطه اي نهج ما غادي يهبطوا الرابطه على ساقيهم شو معناتها ولا لا مش الرابطه هذاك اسمه نهج الرابطه النهج هذاك يهبطك معناتها طول حتى النهج الشتاء حتى الباب تزير باب تزير معناتها النهج هذاك اللي هو على اليسار نهج الرابطه واللي على اليمين هو الحجامين الحجامين تلقى هذاك اللي تلقى فيه الحجامه بجنب بعضهم وتلقى الجامع نتاع الحجامين اللي هو قديم زاد راهو عنده مديده قال الراجل وقت اللي توصل للنهج اللي نقولوا احنا نهج ابو القاسم الشابي اللي بكري كان اسمه نهج كاتريام زواف تو برشا باش يسمعوا كاتريام زواف باش حمهم يقوم شوك شوك اي خاطر كان فما مركز يقولوا له مركز تاع كاتريام زواف وقت الحمايه كان النهج هذاك اسمه نهج كاتريام زواف مقابل النهج هذاك تو تلقى فهمتني ولا سيدي مدين سيدي مدين اللي هو ولي مدفون في 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 الجزائر فهمني ولي صالح لكن عاش هنا في تونس وتدفن في الجزائر سيدي مدين يقولوا جدود وقت اللي توصل لسيدي مدين وباش تهبط للربط هذاك هذاك ربط الأربعين ولي يلزمك تنحي صباتك تهبط حفيء على خاطر الربط هذاك سخون وطاهر اها انت توا كيف تقدم شويه باش تو ما عادش توا ما توا العاده يا ولدي ما اسمهاش مشيت البركه اسمها مشيت العاده طلع لي نحينا بركه هاي يا سيدي انت عاد مقار يا هالكل وانت تلبلب سوري وعربي هاي مشيت العاده باهي مشيت معاك باهي
إيه؟ شوف لله باش تلقى جعني بعد سيدي مدين حالة إيه؟ باش تلقى لله بركة، لله بركة ومعها زوز أولياء صالحين زاد مدفونين غاديكا. والدار هذيك نتاع لله بركة كانت تسمى دار المهريس. داري دار المهريس. دار المهريس. اي دار المهريس. اي فهمت. اي علاش المهريس باش تهرس السلاطه راه ما لا قلت لك المشوي دار المهريس. اي شفتوا غلطني. يا سيدي بكري كانوا كيما يحكموا بالاعدام، فما انواع في الاعدام، فما اللي تقول انت يحكموا عليه يقول لك هزوا للمهريس، يعدموه بالمهريس. يهرسوه سيدي خويا. شنو هو يهرسوه؟ نسمع. اي نعم ربي صحيح. وين هذا؟ يحطوه الدار هذيك اللي فيها لله بركه، الوليه صالحه لله بركه، وهذه فنزمان كانت اسمها دار المهريس. باهي فنزمان في عهد البيت. في عهد البيت. اي نعم في عهد البيت. كيس حظية. فما من 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 جماعه صاحب الطابع معناتها اللي تهرس غادي. اي عامل شي لازم يقال لله بركه رد فيك. مقابله تلقى جامعه نتاع سيدي عبد الحق. ان شاء الله نرجعوا نحكيوا عليه كان زاد لا 40 ولي بالله. خليني نشوف الناس اللي يعرفوا، فما سيدي منصور، فما البطحه هذيك بطحه سيدي المشرف، فما السيده لندريه، فما سيدي البايلي. جاي الهضره خلينا الشبعانه. يا فؤاد خلينا خلينا خويا جايب قدة ربي باش سيدي خويا شي اللي توت عليك. الأربعين ولي بنتي شنو باش نحكيوا عليهم؟ خليها تاخذ وقتها شويه وتشوف واش باش تعمل لنا. وتحيه لولاد الرباط نتاع باب الجديد وباب الفله وباب تزير الرباط هذاك اللي يعزوا عليا واللي نحبهم واللي يحبوني واللي يتبعوا فينا راو واللي سلموا علينا. راه سيدي خويا كي تحل في الهدره لا غالب عليا. هاني فقت اليوم عاد عاد خيارك يا وليد. عرق عليا. هيا باهي هيا شوف الحويجه. اسمعني دريس يحب يقول حاجه كاينه. بيت نوجه تحيه لاولاد سيدي منصور خاطر هذيك الحومه نتاعنا معناها بشيء سيدي منصور على تحيه صغيره. وانا نقول فيهم حرحرين جماعه. ايوه هما مربطين بك حومه عربي. سيدي منصور وسيدي البايلي. ها فاطمه حكايه اخرى ما عندكمش هذا في نابل انتوما. لا لا هذا جديد هذا تونسي. تونسي تونسي حر. عندكم حاجات اخرين مزيانين تو ان شاء الله نهار زاد نحكيوا عليهم خاطر زاد نابل عند اللهجة يعني. ولا نسمع في اللهجة ونقول اللهجة النابلية. نابلية مالا شنوة النابلية والخيارية تقابلوا حدا بعضها. فاطمة اليوم شو حكيوا على القهوة العربي. العربي احنا تو نشريوها حاضرة باش الحقيقة كيف كي ينصح حاضر باش. احنا كي ينصح والدي حضر ويعطينا كي ينصح المدة هذه مش ناصح. هي دنيا ربي فضلينا. فاطمة اي وليد خايب ليش المرة دي رتحتك شوية قهوة من عندي. وليد خايب انا صاحبهم في حجرهم يقوموا ينفضوا. شفت كيفاش تو هكا نقول عليه في الكلام الباهي. ما تخافش يا وليد مقامك عالي. اسمع يعيشك يعلي شانك. وراسك الشاذية. اي شيء الله بالحسن يا شاذية ولا لا؟ كيفاش هو انت تخبرت؟ كيفاش فاطمة؟ القهوة العربي يقولوا لها الشاذلية راهو. اها. علاش يوما يقولوا لها الشاذلية؟ خاطر قبل في تونس ما كانتش معروفة هي القهوة العربي. إيه. كيفاش تعرفت؟ سي بالحسن الشاذلي. إيه. شاذلي هو اللي خلى القهوة تبرز في تونس وتعرف بالكدا بالكدا. كيفاش عرفها هو؟ يحب يسهر سي بالحسن، يحب يعمل الأذكار نتاعو في الليل وقت الناس ترقد في الهدوء باش يسهر بزايد، كل ما يعمل أعشاب وحشائش باش يشربها باش يسهر، ما أثرتش فيه برشا خاطر فما أيامات حاب يحضر الأذكار كيما نقولوا هكا رمضان. ولا قعدت حاير كيفاش باش يسهر كيفاش باش يسهر، ديما يحب يزود شنو الأعشاب، مرة هو ساهر والنوم يكبي فيه والمعزة نتاعو تصيح وساهره كل شبيه هذه كل ليله تسهر اكثر مني. سهرته هو القد شبيها ساهره قال من غدوه نطبعها راها منين طرعة طبعها وين طرعة القاها تشرب تاكل في عشبه لونها احمر شويه كما نقولوا احنا نقولوا الشاذليه محمره كا شويه فيها الحمار. يا اخي مشى نحم ناكل العشبه هذيك ولا يغلي فك العشبه هذيك ويشرب يشرب منها في السهريه ولا يسهر بالكدا بالكدا. ايوه هي العشبه هيك هي القهوه. ايوه لكن هي ما سميتش الشاذلي على خاطر هو سي الشاذلي سي بالحسن الشاذلي، سميت الشاذلي على خاطر قبل كانوا البنيه يوسف البنيه والسمره والبنيه البيضاء بالشاذليه و لله الشاذليه
علاش الاشياء اللي خاطر فيها الحمار نتاعك القهوه بس دخلت كمل كل واحد على خاطر فيها الحمار نتاعك القهوه ايه؟ ومن نهارتها تعرفت القهوه في تونس هو كان بداها في يغليها في الاعشاب ويشربها باش يسار وبدات بعد تتعمل القهوه بطريقه اخرى وبطبيعه احنا في تونس ما نجموش نستغناو على قهوتنا العربي تلقى يجي شوف توك فماش دار في البرمقلي نتاعها ولا في الفرفورجي احنا نقولوا والا في الكوجينه في المرفع نتاع الصحون ما تلقاش عروف البرتقال معلقين يشيحوا عروف اللي معروف البرتقال عروف عروف المدالين هكي عاده عاده ذيك كان في الملوخيه كان في القهوه كان في الاتزان نتاعنا لكن معروفه اكثر حاجه هي انها تتحط في القهوه صحيح واحنا في نابل زدناها تفتوفه صغيره وحاجه مزيانه على الاخر انا فاطمه نحب نعرف قبل ما شنو اللي زدتوها انتوما نعرفتوا من النوبليه في الفحات ما شاء الله عليكم حبيت نعرف القهوه الزمنيه كيفاش كانت اكيلها كيفاش كانت تطيب الكيال نتاعها اي باش معناتها قهوه البن طيبوها كانوا يعملوها في الدار الكيال بالربعيه ما تعرفوا شنو هي الربعيه طاسه الطماطم حطت الطماطم الربعيه بالربعيه نكيل ونحط الربعيه قهوه فما برشا تحط الربعيه قهوه عليها ربعيه حمص لكن هي تجي خفيفه برشا كيكه ناخذ ربعيه قهوه عليها شطر ربعيه حمص والباقي وشطر الربعيه الثانيه تكملوا بالتوابل نتاعك اللي هي قشور البرتقال وفما ناس احنا في نابل معروفه نابل بالزهر نحط عليها ورق الزهر والا ورق شجره الزهر الاخضر يتشيح اي نحكي يترحى. انا مع ناس بكري على ربعيه نتاع الطماطم يحطوا شطر ربعيه حمص وكهو وشويه قشور برتقال معروفه من قبل ومن بعد بدينا نزيدوها حاجات واحده يزيدها الكمون والاخر يزيدها ورق الطرنجيه وناس احنا في نابل نزيدوها ورق الزهر وتو كي تطورت زاد حاجات اخرين كيما زادوها الهيل فما ناس تعمل لها الهيل كل واحد شوف فما ناس زيدها الكمون تقول لك الكمون كي نشرب القهوه تقلقني تعمل لي جاي لكن كي تحط فيها حكاية 50 غرام كمون مش برشا ما تبدلش النكهة وما تبدلش الريحة ما تعطي فوائد ما تخليكش معتك تتقلق وتو بعد باش نرجع ناخذ كيلة الززوة به الززوة الزمنية شبيك تكحرلي شبيك تكحرلي على خاطر انا نحب نتكلم وانتي ها في شرط بعض باش من بعد تعطينا الكيلة خاطر انتي كي تعمل لنا ها والبن وشوية ماء لا جينا قوية ياسر قهوتك حلوة ياسر اسمع اعطيني وذنك يعطيك الاحكار نتاع القهوه العاديه خلينا نسمعوه لفاطمه نعم اسمعني انا عملت في 500 45 حكيت الاسطوره اللي تعرفها راهو استناني خويا خليني الاسطوره خليني انا خلي باش تفهم وهي تفهم ايوه فهمك وخينا المشاهدين باش يسمعونا باهي عام 1545 دخلت القهوه لتركيا هي أصل القهوة يمنية من اليمن في اليمن كانوا أهل اليمن يغليوا الكعب تغلية والتوى قاعدة تتم العملية أنهم يغليوا الكعب ويأخذوا هاك الميل مستصفر هذا كي يتسمى عندهم قهوة به في تركيا ما حبوش يطيبوها كيما اليمن بطبيعة كل بلاد وورطالها رحاوها كي رحاوها جاءوا طبخوها القهوة التركية الأصلانية العثمانية الطيب بلا السكر أي به القهوة الحمد لله كي قلت وحدك يغلي الماء تاخذ الززوة تعبيها أي ويغلي الماء أي تطبخ البن أي للي تفور واحد يبدأ يفور فيها كما قلوا احنا كانت مماتي الله يرحمهم أي ونعنا وللا وكلهم كانوا يقول لك نبدأ نلقم فيها ونميل في راسي شو عملتها تحركها مليح وتغلي البن مليح على خاطر البن يلزم يطيب برشا ناس يقول لك عملت قهوة وكهو دوب ما يغليها ويهبطها لا القهوة تغلي 3-4 مرات للي تولي تقلب وبعد تصبها في الفنجان معها كالفنجان هذاك تاخذ طيف راحة هي الحلقوم التونسي يعطيك الصحة خاطرها هي مرة والحلقوم حلو تجي معدلة بينها بين بعضها هذوما الأتراك هذوما الأتراك والعام هذاك عام 1545 دخلت القصر سليمان القانوني على طريق هكا صنب الآغا باه عطاها شكون بياع حب يجربها دخلت السلطانة كهيام كي دخلت جات تشوف في نوعية القهوة شوين هزنا بجهر بالتويرخ يا ولدي لخص لي كي جات تشوف القهوة من اللون ما عجبتهاش لكن كي كليت معاها الراحة متاع الحلقوم وليت بنينة برشا ودرجت
وعملت مصنع لك القهوة هذيك واللي يجيبوا من اليمن يرحيوا من اليمن ولا أي من اليمن يرحيوا أي وإحنا تونس وإحنا تونس من غادي جت لهنا لحظة جت لهنا اتسمت شادلية سيدي بالحسن الشادلي استعملها في السهرة أي. لكن هي موجودة قبل سيدي بالحسن الشادلي لكن اشتهرت بالسهر وقت سيدي بالحسن الشادلي هكا ولا سيدي خويا اي تو معناتها شنو وزتني على فاطمه هي هي قالت لي الطفله شادليه سميوها شادليه شنو ما تغلي تغلي راه يلزمها تفور طفيره تهبطها وترجعها ثلاثه مرات هذا شي يحكي من غير ما تغلي ليه وهذا شي يحكي وقال لك تقلب تقلب القهوه تقلب معناها تفور تهبطها تعاود تفور ترجعها واحنا نحبوها بالفراره اي بالوجه بالوجه الوجه ماشي وبالاخص كي تبدا بالسره يعطيك الله ويعطيك ربي الحلو يعطيكم امين يا ربي امين يا ربي اسمع على يعطيكم يعطيهم الخير ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيهم الخير والناس اللي تفرج فينا يا ربي ان شاء الله ندخلوا عليهم بالخير رانا فاتلكوا شويه راهو اسمع لك حاجه مدامي قول لي على القهوه نسينا حاجه احنا في رمضان ما نعرفش في تونس العاصمه تعملوها ديما ولا لا في رمضان القهوه ما تحلى كان بقطيره زهر أيوة. والكورديان نسيت الكورديان في رمضان كيفاش نبداو نحركوا الكورديان يلا يلا فاطمه يلا فاطمه نعم انا زيد عندي فنون في القهوه يعطينا ليلى نشربها بقطره زهر او ليلى نشربها بعرشه ترنجيه او ليلى نشربها بعرشه منتها شويه نسرب ليلى بعرشه عطرشيه كل مره حاجه نوع كل ليله وقسمها هذاك الكيف نتاع القهوه لازم يعرف قواعدها ويعرف كل مره بان ونو كان يشربها اي يا سيدي والله شهيتونا في هذه قهوة بالله يدريس خليوفة خليوفة توفى الكورونا ويجا طيب لك دحليبة واشرب وباي الراس تسمع دحليبة ما هو تسمع ما هو مش نقول لي نعملك فنيجل محلي لا يلزمو هكاكا يلزمو كل الكلام ليلة دحليبة انا عجبتني الكورديان خدش عملوا حاجة على الكورديان انت تعرف الكورديان ذقتها لا انا طبعا باش نعملوا حاجة على الكورديان باش نعمل حاجة على الكورديان مش كورديان وكوردينكم انت تخمم في الكورديان الكورديان انا نخمم في الكورديان اللي يتاكل هو يخمم في انت تخمم في كرشك نعرفك بكريشة الله غال مديرين هاي سكت اعطينا كوردينكم تنعطيوكم كوردينا
أنا في عينيها آدي وهي في عيني حواء. قالوا لي لاش تعشق خادم قلت لهم يزي ومتدور. أنا في عينيها آدم وهي في عيني حواء. قالوا لي لاش تعشق خادم قلت لهم يزي ومتدور. صبرا غنى عليها العالم والعالم كله شهيها. لمون اللي غاروا مني وقالوا لي ايش عجبك فيها. ولمون اللي غاروا مني غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فاني خذوا عيني شوفوا بيها. يا لا 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 السمرة اللي غيرت منها وحبيتوني باش ننساها. ما نجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ما. هالسمرة اللي غيرت منها وحبيتوني باش ننساها. ما نجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ما. بغرب وعاشق في بدنها حياتي الكل وبتوليها. لمون اللي غاروا مني وقالوا لي ايش عجبك فيها. لمون اللي غاروا مني وقالوا لي ايش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فاني خذوا عيني شوفوا بيها. وسمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبكي. سمرة يا سمرة انت ليا ودني. سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبدي. سمرة يا سمرة انت ليا ودني. محلى شعرك وجبينك ومحلى تدبين عينك. يا محلى شعرك وجبينك ومحلى تدبين عينك. الضحكة زادت في زينك يا سمرة اسم العلي. سمرة يا سمرة انت ليا ودني. سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبدي. سمرة يا سمرة انت ليا ودني. سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبدي. سمرة يا سمرة انت ليا ودني. شكرا سيدي خويا يصفق باش مش نقول لك. تذكر تذكر بنيتي كلنا جوارحنا الكلنا. سيدي خويا اش تذكرت قل لي. اي برا برك. اي محلى كلامهم. اي محلى كلامهم مبسطوا محلاه كانك الحوته في ماها معناتها. سيدي الهادي الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه. اسمع هداريه الكل واسراره الكل مع سيف الدين الكافي. ولذا مادامنا في الجو هذا ومادام اليوم وينو هذاك جاي مادام اليوم دار سيريموني شيخونا بالجوينيات. لا وشوف بالصدفه معناتها توا سيدي الهادي جويني راه ولد الربط اللي كنا نحكيو فيه. يزي توا جي سيف. سيف الدين الكافي مرحبا بك يا سيدي كي وليد سيف. وقت اللي يظهر له يجي قولي عسلامة اش بيك يا اخي. شو نسلموا انتم تعطوني تحت انتم يخرجوا كان معقمين الزوز. اسمعني البارح جيني اها اي حليت له سوينيه بقلاوه بالحق. اي شنو هو قولك؟ لا عاد اسمع شنو البارح البقلاوه مش قلت لي البارح عملك عملت حليتها مش قلت لي باش عملت الاغا وباش نجيب لك منها ما عملتليش عملت الاغا
شنو عملت الاغا؟ مش قلت لي باش عملت في الليل؟ عملت لي عملت الاغا، عملت عملت ليغا وعملت له لي هو شهوة البقلاوة نتاعو جبت لي هاي جبت لك باه. وهاني هاني على كل حال باش ياخذ روسيت، خاطر شو وحده ما يعطينيش الروسيت راه ليه يا سيف توا هكا واضحه على التلفزه مثلا باش نطيب كذا يبدا منه يعايرني بعد جبت لك وعطيتك وكل شيء رسول الله، ومنه اعطيني خنطيب وحدي ليه ما عنديش على خاطرك ما تعرفش تقد تطيب وحدك وزيد تحوس الدنيا عرفتك يقول لك بقره ولدت انت يا لطيف. مش قلت لك اختار كلامك به به؟ مش قلت لك هكا رسيت على التلفزه عمت الاغا؟ شكون قال لك على التلفزه؟ عمت الاغا عمت مش عمه اللي هي العمه عمه أي يعني هي الكبوس ايوه باهي. وعلاش سميوها عمت الاغا؟ همش نقول لك اي احكي لي الحكايه وتو هما احنا نخرجوها. انت وقت اللي نحبوا نخرجوها نخرجوها. ايش فاش قام تقول لهم على عشيشه موجود؟ ماهيش عشيش اوكي انا نخزر لها اي لي شي اخر شفتوا كل شيء يدخل فيه الله غالب. كل شيء تدخل فيه قال لك امشي بالنيه ورقد في الثنيه مره جاي يعمل لنا هو الاخراج في عضنا بالسيده ال... ايوه يا ولدي يا حسره على نبيل يا حسره ربي يخليه افهمني اي ناخذ عظيمه اي عليها نصيف كاس زيت به عليه كاس فارينه كاس فارين وناخذ زوز مغارف صغار خمير تحلو اي وناخذ مغيرفه صغيره فاني اي السكر فاني اي وناخذوا كيس سميد ارتب اي باهي وناخذوا نصيف كيس زبده باهي لل... وناخذوا 25 غرام طريف سميد احرش باش يعني لموا بها لموا بها لفوها خاطر هي تجي حرشه. إذا كان الروسيت موجودة نعطيوها بالله اسمع خاطر قعد رقبته مشنوقة يشوف الروسيت ما يشد شو في مخه راهو قعد رقبته مشنوقة للرطور قداش مش نشد انتوما تبارك الله عليكم خليني ساكت ينسيو العبد فطور واش فطر مش تلقاوها الوصفه موجوده مكتوبه تاخذوها وتلقاوها على الباج نتاعنا انا نقول اللي هي تلقاها على الباج نتاعنا لمتنا التونسيه اي على الباج نتاعنا لمتنا التونسيه تلقاو الرسيت هذه والرسيت اللي فاتوا الكل اي وبعد تخلط هكا الخليط هذا وتعملوا كعبرات هكا الكعبرات تجي في الوسط وهكا تعملهم بصبعك باهي يعني كما نقولوا تحت ترشمهم تحت حفرهم فيهم حفره بصبعك وهكا الحفره هذيك تاخذ فيها فيلا اسمن وتحطها وتلم عليها وكيفاش جيت اسمع كيفاش تجي تصويرتها خلينا نشوفوا تصاور زاده وانت تصاور بالليل الميكرو حطوا بالكدا عندك عند هدى عند هدى عند هدى ايوه اي اي باهي اسمعني هذه الوصفه نتاع عمت الاغا عمت الاغا وما فيهاش العركين معناتها كل شيء تلم ليه ما فيهاش هذايا حلو خفيف نتاع ليل نتاع واحد باش يطيب قهيوه وبالله خاص بحذا نقطه في طايمه اي هي طيب القهوه وانا نعمل لها عمت الاغا ما شبهم اللي عملتها البارح ما شبهم اي مدليناكم بالفستق سيدي خويا اشبه معويناتك هبطوا زبده الليله نطيب لك يرحمك يا نانا تعيش يا بابا جيبلي باي انا اليوم انت بايك غدوه انا نعطيك القهوه وانت تعطيني عمة الاغا الليله نشرب بها القهوه تدل الليل عايشك اي اللي يقصد يقصد دار كبيره صحيح باهي اسمعوني الشنشينه نتاعنا اللي فاتت برشا ناس جاوبونا عليها اي ما انت حطيت على المذوفات على المذوفات من زمان السادات الكبش حي والعطروس مات اي فما شكون قال لك فما شكون قال اللي هي الشعر الابيض وفما شكون قال الشعر الاسود فما شكون قال الشيب فما شكون والباقي كل قالوا الشيب لا يا سيدي علي مضى وفات من زمان السادات العطروس الكبش حي الكبش هو الشيب والعطروس مات هو الشعر لك حي والإجابة صحيحة شعر لك حل لا شعر الأبيض الشيب الشيب معناها الشيب معناها واليوم مش طلعها أنت ولا مطلعهاش اسمع بعد شوية نعطيو تشنشينة قولي علاش نعاودوها لهم مرتين على قليلة ويقعدوا يخموا فيها هما من اليوم الغدوة وغدوة نعطيو شكون يا بنتي راهي تشنشينة اليوم صعيبة راك أنت باش تطيب العشاء فما برشا تعرف رحمة سيسي وسارة وسيمونجي مدام كريمة أي محبوبة أي. برشا أخرين بعثولنا فيهم فما شكون جاوب كيفي أنا
قال الكبش حسيلو ما انت كل واحد كيف يجاوب. اما انا نحب نشكر برشا الناس اللي قاعده تتواصل معنا على الباج نتاعنا على الفيسبوك لمتنا التونسيه ويطلعوا معنا في تشنشينا وشيخين على جونا. وانا نقول كان قصرنا سامحونا، كان طالبين منا حاجه على الراس والعين رانا نحن من المؤمنين لما ذي باش نفرحوكم ونزهيوكم وباش ندخلوا لدياركم بهكا بتبديله الجو باللمة الزمنيه اللي فيها البركه اللي فيها الخير. والله لا تقطع علينا بركه في الدار بصراحه. امين علينا وعلى التوانسه الكل. اذا كان عندهم حكايه يحبوا يسمعوها، اذا كان عندهم مقبولة ملالي ملالي. سيف الدين كيف مره اخرى مرحبا بك. مرحبا بكم كل، مرحبا مره اخرى. عايشك يا سيدي، عجبتك البقلاوه قل لي. لا والله بنينه يعطيك الصحه. اي به صدق معنا. انا هدره سيدي الهادي جويني سمعتها قبل في عود قماري على الإذاعة الوطنية. عود قماري وفونوتيك وقاع الخابية وتسلطينة. ما شاء الله البرامج برشا معك انت سيف. السنة في رمضان عندك عود قماري. عود قماري مرتين في في الجمعة اللي هما أربعة وخميس. أربعة وخميس، معناها اللي مش باش يسمعوه في اللمة التونسية خاطر احنا نحكي شيهم وانت باش تعطي شيء. برامج خاصة في رمضان الإذاعة الوطنية يعني. شو اسم البرنامج؟ عود قماري. عود قماري عمره ستة سنوات يعني. حتى باخروا بالقماري. اي واحنا كيف كيف زاد نبخروا في حصة صيف بالقماري. باش تجي الحلقة مزيانة وحلوة خاطر الهداري اللي ما يسمعوهمش هنا في لمتنا التونسية يسمعوهم عندك في عود قماري كل نهار. وشوف أربعة وخميس. أربعة وخميس. هو برنامج عمره ست سنين تقريبا. اي فأنا وقت أربعة وخميس؟ من 8 إلى 9 ومن 9 إلى 10. أربعة من 8 إلى 9 وخميس من 9 إلى 10. والخميس من 9 إلى 10. باهي سيف. شوف انا قبيله نسمع في الغناء باش نقول لك تاع سيدي الهادي الجويني. ليموني اللي غار ومني اللي هي البشير في هيما شهيره بشير في حيمه يقولوا له في تونس. الغناء اللي شو قداش عمرها معناها تقريبا عمرها 60 سنه مازالت موجوده. حب يتبدل يتجدد كيف كيف كنا سلم صغيرات نغنيو فيها. سمرة يا سمرة معناها جلال الدين نقاش. كيف نحكيه على الهادي جويني واحنا باش نحكيه على الهادي جويني. الهادي جويني يمثل ليه سمحني قال لأخوي فؤاد قال ولد ربط بجديد. اي عطانا نحكيه. اي كي نحكيه على الهادي جويني نقول له الهادي جويني هو في حد ذاته مدرسة ومدرسة ناجحة. فما مدارس فاشلة. ايوه هو مدرسة ناجحة يعني الدموع جرحت خدودي. تعرفها الأغنية هذه؟ لا الحقيقة أنا نعرف اللي غنيه دريس الكل شيخ عليه خطر. وأنا صابر على الجراح يا حياة الروح يعودي والخصام يرجع سماح. الخصام بين الحبايب هو عادة مش غريبة. أي لكن الأحباب تسامح بعضها وتصبح قريبة. يعني لا يطلع منه. والخصام يرجع سماح. الغنية هذه شكون كتبها؟ كتبها محمود بورقيبة. تقولش أنت كتبها شاعر مصري. معناها كتبها شاعر تونسي. نرجعوا احنا مش معروفه برشا نرجعوا برشا اغاني مش معروفه وما معناها ما خرجتش وان شاء الله تخرج ان شاء الله معناها يسمعوا العبيد وممكن تنجح بالكدي كيما نجحت برشا اغاني. الاشكال انه في تمرير الاغاني هذه نحكيوا على هذه جويني من بعد ما خلينا ناخذوا السياق العام تاع هذه جويني. السياق العام تاع هذه جويني يعني كان قبل في تونس عكس برشا دول. نقولوا مثلا الجزائر كانت فما انظمه وقوانين تنظم الحياه الموسيقيه والفنيه. قانون مثلا جويليا 1901 بعد الحرب العالميه الاولانيه. في تونس ليه؟ تونس كان فما نادي اسمه نادي الخرويه نتاع سيدي عبد العزيز الجميل اللي كان فيه هو سيدي مصطفى بوشوشه، مصطفى كاهيا، يوسف سلامه، مرديخ سلامه، جي سلامه حجازي، ما نحبش ننسى محمد عبد العزيز العقربي زاد كان معاهم، احمد فاروزه اللي جي المليانيوي لتونس، جي خوه زاد ياسين، جيت مرت احمد بنان عليا، يعني برشا سامي تويرخ يعني جاوا برشا فنانين مصار وتونس يعرف العلة وبنت العلة. جاوا برشا فنانين الشيخ أمين سالم حسنين ياسين معاه خوه زيدا يعني جاوا برشا فنانين لتونس. عبد القادر المغربي أيضا ما نحبش ننسيه. يعني كونوا حاجة اسمها مشرق الغناء التونسي. معناها الغناء التونسي ولا غناء مشرقي. معناها ولات العباد ما عادش تغني مالوف ولا يغني في موشحات. لهنا فما زوز ترباو على يد أحمد فاروزة. زوز هذم اللي هما الهادي بدرة والطاهر بدرة ومحمد التريكي.
يعني محمد التريكي وخاصة الطاهر بدرة هما اللي بدأوا يمشيوا في نوعا ما في أغنية تونسية. وقتها كان سيد الهادي جويني اللي هو خرج من الصادقية ما نجحش في القراية مرحلة الأولانية، ولد سيدي المشرف ولد الحاج أمين ولد الرباط يعني ولد عاش في القهوة ذيك، قهوة مقاهي تحت السور مقهى باب منارة اللي هي اللي هي البنك الأريانا نجم نقول مقهى باب منارة، قهوة بما، قهوة البيجا، قهوة أحمد الغربي اللي هو عمل صالة الفتح. هو كان بين تربى بين القهوة قهوة المرابط اللي كان يحيي فيها مرحوم خميستاني كل نهار جمع حفلة نتاعو. يعني كنت فما برشا قهوة منحب قهوة العباسية مثلا. احكينا شوية على هادي جويني خاطر وقتنا قاعد يزرب بينا. قلنا هو ولد الرباط، احكي لي كيفاش كانت عائلته، عنده عائله كبيره عائلته صغيره باش نوصل العائله نتاعو باش عباره مسلسل هاتوا نوصل هيك بالضبط تفهم بالذات. الهادي جويني وقتها كان يخدم الفرقه النحاسي وكان يقرب قريب برشا 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 لك الفرقه اللي فيها الجو الاسبانيولي، كان يقعد قبل في شارع فرحات عشاد باش يسمعك الجو جوق اسبانيولي كيفاش تعزف. وهو يعني احنا قبليك وهو يغني فلامينكو في الجو الاسبانيولي فلامينكو، يعني سمرة يا سمرة فلامينكو مثلا، حب يتبدل يتجدد كيف كيف تحت الاسمين في الليل كيف كيف خول خال بوراتلين كيف كيف. يعني وقتها تعرف على زوجته اللي هي نينا اللي هي المطربه وداد اسمها نينا 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 مش تونسية هي هي بنت أنجيليا دي لا مارسييز معناها بنت جالية أخرى معناها في تونس فرنساوية يعني هادي جويني. يعني كي تشوف أغانيه وتشوف جو تلقاه عاش برشا 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 مع الجو الإسبانيولي مع الماركات خاطر خدم صيغي هو خدم بساغي خرج من القرايه خدم بساغي عاشك الاجواء هذيك وكان كانوش يحيروا معناها تعرف وقت اللي معناتها ما ينجحش في قرايته ويمشي يتعلم صنعه يتعلم صنعه ويكمل صنعه خير من صاحب قلعه الهادي جويني. يعني هو الفنان اللي طوع كل الاغاني وكل الموسيقى سواء شرقيه ولا اسبانيه طوعها للهجه التونسيه. يعني عمل حاجه تونسيه في الموسيقى معناها جاب الالحان الكل ورجعها الحان تونسيه. يعني كيف نشوفوا اغانيه كل نحسوا فيها ريح تونس جو تونس حفلات تونس ايام تونس اللي كنا قبل متعطشين ليها وتو متعطشين مثلا احنا نحبوا. فماش واحد ما يحبش يسمع تحت الاسمين في الليل اي فماش واحد ما يحبش يسمع سمراء يا سمراء والله شيخنا عليها كي غني يعني وفيها اي دار اغ سيريموني ميرسي بوكو عمل الاغنيه على ولده عادل عادل يا عدوله عنده بنته جويده يعني غنى عمل عليهم اغاني لا عملها العادل يا عدوله عادل يا عدوله هو بيرم التونسي كتب له اعطى في عادل قوامك دور الايتاب كتبه له علي الدعاجي اللي بكتب ما كتبش لبرشا ناس كتب له دور يعني جل وين كانت حفلاته قبل وين كان كانت الحفلات نتاعو في بحدا قاعه حمد المغربي مع العيل الانس هو اول ما عزف في فرقه الرقي معناها بدايه لانسه بالكدير الرقيه مع محمد التريكي لكن قبلها كان في فرقه الفنار هذه فرقه نحاسيه خدم مع الفرق النحاسيه خدم مع الحسينيه نسبه للدوله الحسينيه والناصريه نقولوا احنا الهلالو الهلالو منين خذاه هذا كل خذاه من كان يمشي برشا برشا الحمام في حمام الديوان كانوا يذبحوا هكا العطروس ويعملوا هكا الاغاني بك الشقاشق احنا نقولوا اسطنبالي اسطنبالي معناها كل شيء استنبطوا من حياته معناها العطروس كانوا يغنيوا اغنيه الا ما يحسوا بها ويشعروا بها الميكرو يفضلك يا سيد الاغنيه قبل معناها ما تتغنى الا ما يحسوها ديوان الورقلي ويشعروها وتكون حاجه عاشوها هما باش تجي اغنيه حلوه يعني مش اغنيه تجي هكا ساعه لساعه واحد تلقى عنده نص يجي شعر يقول له اعطيني هكا لا هو هما حتى كلماتهم قداش كنت معناتها مفينها وعلى بساطتها قداش محليها مكتوب يا مكتوب بعد باش الاخر يا مكتوب يلا قدم ولا وخر يا مكتوب اي خال بوراتلين احنا اخترنا كليب ان شاء الله وفقنا في ان ناخذ الاغاني خاطر نعرف ذوقه في الاغاني وخاصه في الاغاني هذيا القديمه نتاع انا نحب هذه غنيه جديده ان شاء الله تكون موجوده في الكليب اللي حضروه انيسا وزهره وغدوه فنان جديد وحكايه جديده معاك سيف سهلة. وحنا معاك انت ندخلوا لك الاسرار اللي ما يعرفهاش التونسي كلنا نعرفوا الهادي جويني اربع خمسة اغاني اما تويرخ هادي جويني الحقيقه وين سكن وشكون ولاده وشكون مرته وشكون سكن في البيجا من بعد راهو بعد سكن في البيجا يظهر لي زاد كان مغروم بالكليبات ويظهر لي كان من اول الناس اللي عمل الكليبات ولا
من اول الناس اللي عملوا كليبات هو سيد علي الريح. سيد علي الريح، سيد علي الريح والهادي جويني بعده قد فوالا. ولازمنا نقول احنا حكيش اول اغنيه عملها شريحه بيتك الشافي رشدي. ايوه وغنيه حتى مع مرته زادة، فهمت؟ احنا على كل حال في الكليب، في الكليب هذايا فما مجموعه من اغانيه وكانوا على طريقه الكليب نتاع نتاع ناس بكري. نشوفوها. وشكرا لك سيد الدين كيفي نورتنا، ومدام فاطمه نورتنا، مدام فاطمه حريقه زادة يعطيك الصحه انت وجيتك معزها، وكالقهوه هذيك اليوم نطيبوا منها ونقولوا لك شنو جوها اليوم تذوقوها ان شاء الله. ونشكروا جمعيه ادم وكونسيبت درنانا. عايشك ربي يخليك. نمشوا للكليب ونرجعوا للخرافه مع وليد. اسمعني ذكرني الله يرحمه ينعمه كي شفت على ولد دوميتراك ذكرت وليد كي بدا يصور يجول يجي نوبته يجي النوبه نتاعو. نعرفكم نعرفكم نهار كل الحين تي قديد. سيدي الشيخ مرحبا. مرحبا تحويلك شيخنا سفيان الشريف نورتنا. يعيشك ربي فضلك. على كل حال لما تدمدم اي صراحه أه؟ نعمه وزهره فايزه يا سيدي الشيخ. شنو احوالك؟ على السلامه سيدي يا ربي يبارك يا اخي. وينو كابوسك؟ اليوم بلاش لا يزبو يتكون في كل شيء. شفت كيفاش تو يلبس اللي يحب هو، هو حر. اي اي هاني سكت تاني ليه في الخرافه نتاعك؟ على شكون باش تخرف لنا اليوم؟ حسين ساهي هنا ليه ما ساهش اليوم انا مش نخرف لك. اي على شنو؟ اي لله باش تسمعني. اي وبعد تحكم. ما عندي حتى حل كان نسمعك. اي يا سيدي يا ساده يا ماده، يدلنا ويدلكم ربي للخير والشهاده. يحكيوا على راجل متعاشر هو ومرايته، هي ما تظناش، ما جابش الصغار معاها، معاشرها بالهنا والوفاء، قدر ربي نهارين والثالث على يدي اتوفيت هكا المرأة رحمة ربي عليها. هو ديما نقولوها الراجل في الزلازي يدفن في مرته
ويفركس على بنت شكون مش يخطب ومش ياخذ، خاطر الراجل ما ينجمش يقعد بلاش مرأة. هيا شافوا له في التراكن من هنا ومن هنا كما نقولوا هجال تعروس ولا اشتاي كما نقولوا احنا نص الباس، جابوا له مرايا موليداتها، قالوا له كما قالت شافية يرحمها أم الذراع والصنعة والرتبة، هيا تفاهموا تكتب بالصداق. روحت معاه لدارو، نبهوه قالوا له راه وليداتها كانوا مستانسين بال يقلوا كل يوم اللحم، راهم مستانسين بعيشة يعني كما يقولوا احنا مدللين. قالهم نوعدهم انهم لنهار تنقص عليهم حاجة. المهم روحت معاه للدار نهايرين، خلت اولادها في دربوها. نهار سالها هيا وينهم الوليدات؟ قالت له في دارنا. قال وقيت يجي. هيا بعثت لهم جاء، روح لقاهم في الدار، لقاها هي في الكوجينة الطيب، قعد معاهم، بدا يلاغي في البنية، يكلم فيها بالصغروني، ويسأل في هذا ويسأل في هذا. هيا بدا يسأل، خزر للكبير والكبير ربي، قالوا اش اسمك انت؟ قالوا انا اسمي المهف، نهبط على المثرد اللف ولف، واذا يكلمني رجل امي انترشق له بكف. قال هذا بعقله ولا بلاش؟ عدى لي ثاني، قالوا انت اش اسمك؟ قالوا انا اسمي غضابة. قالوا شنو؟ قالوا هضابة، نهبط على المثرد كيما الذبابة، وإذا يكلمني رجل أمي نبعثو حذبابة. يا لطيف يا لطيف. قال شنو هذا؟ شنية هالقوم اللي تحط فيهم أنا؟ خسر للطفلة. قالها وانتي بنتي؟ قالت له أنا اسمي منية، ما ناكل كان اللحمة العطرية، ونزيد نمسح يدي في لحمة رجل أمي. قام قال شنو هذا؟ هذو أولاد ما همش متربين. هي خرجت من الكوجينة وهو قالها وانت ايش اسمك؟ كلي كي نعت ما يعرفش اسمها ولا وقت الصديق كي تكتب ما يعرفش. قالت له اسمي مراضي، يا تقبل بشروط أولادي يا نصبحوا في دار القاضي. قال بينه وبين روحه فاش قام عليا انا دار قاضي ووكلة وقضايا وفلوس، ما هو من فم البير ولا مقاع. قام لبس برنوس ودور صباته جا خارج. قالت له يا ش اسمك؟ ما قلتليش على اسمك. قال انا اسمي شبيهة، ويظهر لي هالبيعة نخطيها ونكرم لحيتي لا يمسحوا لي فيها، وهذه حكايه تشبيهها وليداته. اسمع هذه سيدة محليل عبد اللي يرضى باللي قسمه له ربي ويقول الحمد لله رب العالمين. محليه محليه العبد اللي يرضى باللي اعطاه له ربي. الله يرضينا لما كتب لنا بجانب القناعة. القناعة كيقولوا ناس بكري قول لك القناعة كنز. كنز احنا قعدنا نقولوها كلام هكا هي ثرنتها بالحق. محلي العبد اللي استقنع باللي عنده ايش مرتاح باله مرتاح راكح معناتها ما يقلقوش هكا ولا يا شيخنا. نعم الانسان وقت اللي يتحلى بسلوك القناعه ديما ينام قرير العين ديما مرتاح. سمعتوها سمعتوا قبل الخرافه ولا اول خرافه تسمعوها؟ والله انا بالحقيقه نسمع الخرافه كان كنت عند بماتي اي وبعدها عند سي عبد الستار عبيد وتوا عند سي وليد. سي وليد سلم عليكم برشا. على كل حال الجروب مزيان ياسر دار اغ سيريموني نورتوني ياسر اليوم وشيخنا معاكم وجروبنا معاكم. واذا كان قعدنا وقت اذا كان قعدنا وقت بالكش نرجعوا ما كان ان شاء الله تكونوا معنا في حصص اخرى ونغنيوا التونسي هذايا. والحقيقه ما جبتهاش فيكم انا دي جون هكا ومع التونسي ما جبتهاش ما شاء الله عليكم. جوست نحب نشكر الاولاد الكل خاطر عملوا معنا مجهود كبير ياسر، كريم عبيريقا، عادل برينا وحاتم الزديري.
معناها فريمون ونورونا بصراحه بارك الله فيكم. اي والله سلطنونا. اي باش تقول لي عاد باش تقول لي عاد. ونشكر بيان ايفيدامون عائلتي وعائله المدام وانتوما والاصدقاء الكل وتروشيك باند. وجرب ما تقولش عائله المدام. هكا كيمشي لدار الدباغ يا ولدي لينا معاكم. وبلا خسر مبان ومستحق لها واللي قضيتك بين ايديها. عاصي العالم وما تعصيها. اوفي. يز. يز. اقصد منور سيدي الشيخ تبارك الله عليك خمسة وخميس عليك بارك الله فيك. اي مش تبوسوا النور شارق بالنور والله ما شاء الله عليك مش تبوسوا يا سيدي الشيخ عملوا فيا يا سيدي الشيخ. ربي يهدي الله يهدي الله يهدي الله يهدي. اسمعني باش نحكيو مع سيدي الشيخ اليوم على موضوع مهم ياسر. اي احنا نعرفوه ونتعداو عليه تعديا وخاصة في الشهر هذا اللي هو الذكر. معناها نحن القرآن في شهر رمضان نرجعوا له برشا وهو اللي ما صليش يرجع يصلي في شهر رمضان ولكن الذكر نقولوه بالفم فينا اللي يفعلوا فينا اللي يقول لك سهيت حتى وإن نذكر سرحت نلقى روحي في الفم يذكر ولكن المخ في دنيا أخرى وهو على أهميته في ديننا الإسلامي الذكر عنده أهمية كبيرة نحب نحكي عليها اليوم معاك شيخنا ولا علا بعد المجلس هذايا كي أنا كي خويا فؤاد كي دريس والفرقة الكل كي الناس اللي تسمع فينا يدخل الذكر في عاداتنا شبيني أنا ما نذكرش ليه نذكره الكلنا نذكره الكلنا نذكره حتى التوانسة اللي تفرجوا فينا يذكروا شبيه ما الكلنا نقولوا استغفر الله كي نعملوا حاجة كي نعملوا حاجة مزيانة كلنا نقولوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول لكن الله والناس الكل راهي تذكر ربي لكن احنا ما مش الكلنا نعرفوا الأهمية متاع الذكر ساعات نبجلوا برشا حاجات القرآن والصلاة ولكن هو مهم ياسر الذكر هو زاد في دينا من 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 نقولوا احنا من الركائز نتاع الدين. نعم هو تصديق لكلامك ربي سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أمرنا بكثرة الذكر أمرنا بالذكر في كثير من مواضع في القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي سورة الأحزاب ربي سبحانه وتعالى يأمرنا بكثرة الذكر هذا اللي حاشنا به كثرة الذكر أن يكون لسانك كما قال صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانك رطب أو رطبا بذكر الله. إيش معناها رطب بذكر الله لسان معناها من كثرة الذكر وكما ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا وهذه في اللغة العربية مفعول مطلق معناها لا ثم حد لا في العدد ولا في الطريقة ولا في الهيئة ولا يعطيك الصحة كي ذكرت الطريقة برشا يقولك نذكر بداية خاطر صوابعي تشهد لي نهار آخر وبرشا يمشوا للسبحة يقولك السبحة نعد بها قديش برشا يركز على عدد الذكر يقولك 100 مرة 1000 مرة أي. شو قال الدين في هذا شوف في الطريقة وفي العدد أي 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 لهنا المسألة لازم شوي شرح به بالنسبة للذكر بالأصابع هذا وارد في السنة وما في شيء ما في شيء خلاف وما في شيء حتى شيء به الذكر بغير نقولوا نحن بغير الأصابع اللي هو بالسبحة ولا بغيرها السبحة بالأساس هي أوتي بها لأجل تحديد العدد باش إنسان ما يغلطش به وخصوصا وقت اللي الإنسان يبدأ عنده ورد طويل شوية به فيه مثلا الورد ذا فيه 100 استغفار و100 يا لطيف و100 مثلا لا اله الا الله و100 كما نقولوا نحن صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش باش يحسبهم بصوابع تحسب اصبع لو اثنين ثلاثه اربعه بعد تغلط لابد باش تغلط هذاك هذا الدليل الشرعي الذي استمدت منه السبحه واضح 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 واستعمال السبحه حاجه اخرى استعمال السبحه راه لا غبار عليه شرعيا بل بالعكس الامام الجنيد رضي الله تعالى عنه وما ادراك يعني سألوه قالوا له أنت مع علو مقامك يعني تمسك سبحة يعني أنت مع في المقام هذا وفي العلم هذا وما زلت في السبحة قال لهم شيء وصلنا به إلى الله فلا نتركه باب وصلنا به إلى الله فلا نتركه السبحة ذيك كلها بركة هذية في الطريق نرجع بعد نحكي وشيخنا على أجر الذكر وأهمية الذكر ولا أحسن الأذكار نستسمحكم الكل باش نمشي ونطلوا على كوجينتنا كوجينة أسمع الوطنية اللي تتعدى والتبدأ مع الأربعة متاع العشرية حتى الأربعة ونص وفنون الحقيقة تطرز أسمع في الميكلة قاعدة أسومة أهلا بيك شنو أحوالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلي يعطيك صحة علي طيبتولنا الكل وعلي باش طيبولنا والفريكاسي الزيت عملتها ولا الفريكاسي ايه فعملتها والله عملتها البارح قلت البارح سامحني قلت البارح والله يعطيك الصحه
صحة وبالشفاء، صحة وبالشفاء يا ريم. نقدم تحية لضيوفك اليوم. عندنا أطباق ياسر مزيانة، وفيها الخفيف وفيها اللي يمشي للصغار، وفيها طبق رئيسي نحبوه الناس الكل اللي هو طاجين مرقاز. وعندنا اي طاجين مرقاز وطيب في النحاس. هوني مازلت ما عملتش الدريساج. يا بعد ان شاء الله نعمل الدريساج نتاعي. وعندنا ميني بيتزا، لازمنا نقراو حساب زاد الصغيرات اللي موجودين معنا في الدار مع تو حتى الكبار مع الكونفينمون والكبار زاد ويتاكلوا زاد في السهريه زاد بنين ديبوشيت حتى على الطاوله. وفي الدسير حاجه طلبت ياسر اللي هي الهريسه الحلو. أوه اسمع باش نتبعك انا اليوم، والله شهيتها الهريسه الحلوه ونحب نعملها وحدي. دقتها راني عند والدي. ما فماش عمت بقى عمت ليغه. ليه اعطيني عمت ليغه على روحي باهي هذيك باش نذوق اسمه منها. قول الهريسه. ذوقنا هو الهريسه نتاعو زاده ونشوفوا. لا سيسير حتى هي بنينه واكيد راهي فيها اسرار وهي ما فيها حتى شيء، هي جوست تكنيك صغير. ونعم بعد كيفاش نعملوها بمكونات بسيطه ورخيصه على الاخر نجموا نعملوا ديسير وسحور ياسر بنين. والله يعطيك الصحه اسمه، خاطر الحقيقه في الميزانيه مراعي نا ياسر ناكلوا في المتنوش والمراعيه اللي مكتوبنا. فما ناس اخرين البندق والفستق، فما ناس اخرين يطيبوا كان بالبندق والفستق والزوزه مشي مكتوب. وخويا فريد بالفاكهه عملته البارح، حاولت اني نعمل فيه 80 غرام لوز اكاها والباقي الاخر شويه بين، عملت حتى جلجلان او كباش انصنفوا ومام طون راعيهم. يعطيك صحه 80 غرام اسمع. يعطيك صحه كوجين اسمع معاكم بعد شويه من الاربعه للاربعه ونص. هي طيبه كوجينه قمقومه كما كنتوا تسمعوا. انا باش نسمعها اليوم باش ناخذ روسيت الهريسه. شهي طيبه ليك يا اسماء زاده. طيب تلقاو في الكلواغ من بعد باش ناخذ روسيت الهريسه. الروسيت تدلل تدلل. 80 غرام لوز. اه 80 غرام لوز. 80 غرام لوز ما نحلموش بها مع وليد. ما نحلموش بها مع وليد 80 غرام لوز. معناتها زوز ارقام ما فماش مع وليد. ثلاثه ارقام. تونسي يا رسول الله السي مخبول حالته حليل. الدنيا مش علينا هذا، على الاقل خلي ياكلك تري في اللوز. اي خلي يطعم فمه. يعرف قليل ولا مركانتي. اسمع ميزها كان بالماكله. اي وميزها كان بالحاجات ده. احنا التوانسه ما نكذبش عليك نصدموا قليل يصدم. اسمعني قبل الدعاء ويحل الصينيه. يا ولدي خلينا نتكلم يهديك ربي. يعني سكت. تدريس نطقته معناها شيخنا. نرجع لاحب الاذكار قبل الدعاء في دقيقتين. اعطيني احب الاذكار اللي تويك اللي تفرج فيها من العصر للمغرب ما فماش صلاه، فما الذكر وفما القران، شنو يعمل كاذكار؟ هو انواع الاذكار كثيره جدا، وسيد النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا في السنه نتاعو برشا انواع نتاع اذكار اللي نذكر به. طبعا ما فيش خلاف القران هو افضل انواع الذكر، هذا ما فيش خلاف. بعده عندنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. لا اله الا الله. يكثر الإنسان من ذكر لا إله إلا الله، تفريج الكروب، شفاء الأمراض، قضاء الحاجات، شرح الصدور. يا ربي بلا إله إلا الله ربي. ويكثر منها ما يقلقش. لا إله إلا الله. سبحة اثنين ثلاثة كنقولوا سبحة معناها مئة مرة. مئة مرة هاكا سبحة. فهمنا كنقولوا كيف الطريقة التيجانية سيدي الشيخ. ايه ايه ما تقصش عليه. ايه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندنا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من أفضل أنواع الذكر اللي علمها لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تو في الحجر الصحي والإنسان ديما لازلنا في الحجر الصحي، والإنسان سبحان الله يبدأ مخايف على روحه وعلى وليداته وعلى كذا، يكثر من نوع من أنواع الذكر عطاهونا سيد النبي اللي هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يكثر كذلك نعاودوها له للسادة المشاهدين باش يحفظوها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عندنا ذكر آخر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا ما أذكار يحصن بهم روح المؤمن وقت اللي يخرج يمشي يقضي، ما هو ماشي باش يقضي. سبحان الله الإنسان ينجم يتعرض للخطر، نجم يتعرض للعدوى اي حاجه. وهذاك علاش احنا نقولوا شدوا دياركم حتى يعثر يتيح سبحان الله. هذاك علاش احنا نقولوا يا ساداتنا المشاهدين شدوا دياركم، راهو مازلنا شدوا دياركم وراهو يهديكم ربي. كي قلنا ولا كي قالوا الحكومه والوزراء البارح اللي راهو 4 ماي معناها رفع تدريجي راهم حدوا المجالات. راهو معناتها ساهل برشا. انا ديما نقول راهو ساهل برشا، كل ما هو خايب ساهل انه يتعمل، كل ما هو باهي ساهل انه يتبنى. راهو انه نخرجوا الناس الكل ونقضيوا من نفس البلاصه ومعناها ونمسوا الخضره والغله وكذا وبعد العصر العشاء قبل المغرب محلقين مع بعضنا كاني ما ثم شيء البوس مازال مش يرجع. لا
ليه بردتش تو بردتش نقعدوا بلا بوس نقعدوا بلا هو اعطيه يدخل الشيخ سفيان يلزمه يبوس من راسه ورتحك ربي انت زاد اخويا فؤاد وهو نهار طول يعمل في العمايل يبوس فيك من راسك والله والله اقعد شد بلاستك يا كورونا يعطيك اش باش يقول فمي يا ربي يزيح علينا الغمه خلينا نرفعوا ايدينا بالدعاء في اللي قعد لنا من وقت وشكرا لكم مره اخرى فرقه دار اغ سيريموني يعطيكم الصحه وتنورونا مره اخرى بحذنا سيدي الشيخ معاك نرفع ايدينا بالدعاء ويا ربي ما ترجعش خايبه يا مجيب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم أجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من جميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا مجيب السائلين اللهم واشفي كل مريض وعافي كل مبتلى اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى واحفظنا واحفظ أزواجنا وذرياتنا ووالدينا ووالدي والدينا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.